بالإضافة إلى التهديدات الإيرانية. وأتوقع أن يستمر وزراء الخارجية في وضع خطوات عملية للتعامل مع هذه الملفات الثلاث. طيب عن اليمن، هل سيلجأ الخليجيون إلى إعادة صياغة للمبادرة، أم أنهم ربما يكفون يدهم عن هذه المبادرة ويتحمل كل طرف من الأطراف اليمنية يعني المسألة؟ لا أعتقد أن الخليجيون يملكون ترف التخلي عن المسألة اليمنية. صحيح أننا بين نارين، يعني نحن بين مراوغات علي عبد الله صالح وبين اتهامات المعارضة الشبابية بأننا نغير بنود الاتفاق أو بنود ما يجب أن يوقعه الرئيس صالح. لكن كما قلت، نحن لا نملك خيار أن نترك القضية كما هي. فاليمن هي مستودع البارود بجانبنا، يجب أن نكون حريصين على زحزحة الأوضاع حتى تصل إلى بر الأمان في اليمن. طيب يعني ما الذي يمكن أن يقدمه؟ يعني الآن هناك مراوغة في اليمن من قبل، وفق ما يقولون، من قبل الرئيس علي عبد الله صالح، وأيضا يعني الشباب يعتبرون أن هذه المبادرة ربما أقصتهم. أعتقد أن دول مجلس التعاون يجب أن تكون أكثر حزما مع الرئيس علي عبد الله صالح، هذا من جهة. من جهة أخرى، الحزم أيضا يجب أن يكون مع التجمعات الشبابية، لأننا ليس من المعقول أن نأخذ حكم بلد مستقر من خلال نظم مؤسسات وإلقاء إلى معارضة مجهولة لا نعلم مدى مؤسسياتها أو مدى قدرتها على إدارة بلد كامل. ففعلا الوضع يتطلب الحزم حتى نصل إلى نتيجة مرضية. دكتور ظافر، يعني عن الملف الإيراني، ربما أيضا الخليجيون حيال القضية البحرينية وما حدث في البحرين كان هناك توحد في الرأي، ولكن العلاقات الخليجية الإيرانية هناك تفاوت في وجهات النظر. كيف تنظر في هذا الاجتماع التشاوري؟ يمكن أن يخرج بقرارات حاسمة تجاه إيران وتدخلاتها في المنطقة؟ أنا مع الحزم ومع القوة في التعامل مع إيران في هذه المرحلة. يعني لا يغرنا النهج التصالحي الذي بدأه وزير الخارجية الإيراني صالحي قبل يومين أو ثلاثة من هذه القمة التشاورية حتى يبرد الساحة أو يبرد الوضع في الخليج ويعطينا إيحاءات بأن الأمور عادت إلى سابق عهدها. إيران دفعت بالأمور إلى حافة الهاوية، يجب أن يكون تعاملنا مع إيران من النقطة التي وصلت إليها الأمور، وأن نكون حازمين معهم ولا تراجع أو مهادنة أو تقبل هذا النغمة التصالحية التي يسوق لها في هذه الأيام. من الكويت الدكتور ظافر محمد العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية دكتور. ومعنا من الرياض مراسل العربية محمد اليوسي. محمد، ما الجديد بعد انتهاء القمة التشاورية بالنسبة لقادة دول المجلس؟ بعد انتهاء القمة التشاورية لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، كان من المفترض أن يعقد المؤتمر الصحفي، ولكن عقد اجتماع آخر بين وزراء خارجية دول المجلس وبين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. يبدو أن هذا الاجتماع سيبحث ما تطرق إليه رؤساء دول مجلس التعاون من قرارات أو ما سيظهر في البيان الختامي بعد انتهاء هذا الاجتماع. لا يزال اجتماع وزراء الخارجية منعقدا حتى الآن، ويتوقع أن ينتهي خلال النصف ساعة القادمة. بعد ذلك سيصدر البيان الختامي وإقامة المؤتمر الصحفي إن تم بواسطة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزيان. طيب يعني ما هي النقاط التي يناقشها وزراء الخارجية؟ هل علم شيء حتى عن البيان الختامي؟ لم يظهر شيء أو لم تظهر معلومات مؤكدة حول ما سيصدر في البيان الختامي إن ظهر، ولكن هذا الاجتماع كان لم يقرر له أن يتم على مستوى وزراء الخارجية. كنا قد علمنا بعد انتهاء هذه القمة الرئيسية، قمة تشاورية بين رؤساء الدول، أن الأمين العام سيحضر إلى موقع المؤتمر الصحفي، ولكن خلال 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا بعد انتهاء القمة عقدت قمة أخرى، والآن لا يزال وزراء الخارجية يتواجدون داخل قاعة الاجتماعات. يتوقع أن يتضمن هذا الاجتماع ما تطرق إليه رؤساء الدول، خصوصا في الشأن الإيراني والملف اليمني. كما نعلم ويعلم الجميع بأن الملف اليمني خصوصا يشهد الآن أيامه الأخيرة لمحاولة التوقيع على المبادرة الخليجية، خصوصا